السلام عليكم ورحمة الله. قابلت اثنين من رجال الأعمال وعلموني بقصتين. هذه القصص تصلح لأخواتنا المتزوجات. أول زوجته ما جابت له سبحان الله العظيم إلا بنية واحدة، والرجل مع ذلك ما أعرس عليها. تدرين ليش؟ يقول يا أخي تحترم أمي وأبوي احترام ما تتخيل يا أخي، من غير تقول بهم كذا حاطتهم في عيونها لدرجة أن أمي وأبوي ما يسمعون فيها أبدا. علاجاتهم عندها، مواعيدهم عندها، أغراضهم عندها، كلش عندها. يقول وهالشيء ما طلبته أنا منها أبدا، سبحان الله العظيم فزعت منها. يقول والله العظيم ما ودي أضيق صدر أمي وأبوي لا شفتهم يحبونها. يقول وهذا الاهتمام من أول يوم تزوجنا فيه، يقول سبحان الله العظيم غير متصنع أبدا. يقول حتى أني يوم لمحت لأمي إني أبعرس، يقول والله يوم تغير وجه أمي وانقلب أزرق واسود، يقول أهج من البيت. أما الثاني مو بعيد عن الأول، لكن زوجته تختلف عن هذه اختلاف آخر. يقول تدري وش اللي ما خلاني أعرس عليها وهي ما جابت لي هاك الذرية؟ قلت وش؟ قال يا أخي إنسانة محترمة جدا. قلت وشلون؟ قال يا أخي مهيب دبلة سبت، تحسب انها كل شوي تدق وتتصل وينك وتركتنا وتاخرت علينا والعشاء برد؟ لا لا لا. قال جزاها الله خير تركتني في شغلي اروح اجي. يقول ابد ترتب البيت وترتب اموره عند امي وشحليله. يقول انا اشوف رجاجيلا اذا دقت عليه امرته ولا جته رساله الواتس يقول يفز تقول مطعون في شاتلته. ذكر مره شكالي واحد قال يا اخي عندي امرتي مآذيتني اذى كل شوي تدق وتنشد عني. سألت وقلت أنا وش الوقت اللي تقريبا تعرف أنت متأكد فيه إنها تدق عليك وتؤذيك؟ قال لا جيت جاي من الشغل. يقول تؤذيني طول الطريق وهي تدق وينك تأخرت العشاء برد. يقول الله لا يعيد من غدا ولا يعيد من عشاء. قلت متى تطلع أنت من الدوام؟ قال أطلع ثنتين. قلت قبل ثنتين يعني ثنتين إلى ربع أبيك تخلش عليها وتهاوشها. قال وش أقول؟ قل دق عليها وهاوشها. قل حرام عليك مالت رجال انت شدين عنه، لو انا ميت ما ادري من الحتسي. قال يعني بدي الصياح بالصياح تسلم؟ قلت نعم. هالخطه لي نجحت نجاح ما شاء الله لا قوه. الرجال هو اللي يتصل ويهاوش وصارت هي في موضع الدفاع، يقول الحين يا ابو عبد الملك الملك كذا. الرجل مثل حصان تمسح على جبهته وتركب عليه، وإن جيته بقوة الفسك وراح للي يمسح على جبهته ويركب عليه. السلام عليكم.